يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فهذا المجلس السابع، المجلس الثامن من مجالس تربية الأولاد في الإسلام، وهي مجالس تستل مادتها من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سير الصحابة والتابعين ومن تبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. الموضوع متعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالطفل فور ولادته أو عقيب الولادة بزمن قليل. يشرع أن يعق عن الطفل الذكر بشاتين مكافئتين وعن الجارية بشاة. هذه العقيقة تكون يوم السابع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويسمى الحديث. قال: يعق عن الغلام بشاتين مكافئتين، أي متماثلتين متقاربتين في الشكل والسن، وعن الجارية بشات. وهذه العقيقة كما أسلفت تكون يوم السابع، ويستحب آنذاك أن يحلق شعر الصبي يوم السابع. أما الفتاة الجارية فلا يحلق شعرها، لأن النبي قال: الغلام مرتهن بعقيقته تعق عنه يوم سابعه ويحلق، فالحلق للغلام. أما الجارية فلا يحلق شعر رأسها. وهذه العقيقة إذا فاتتك في الصغر جاز أن تفعل عند الكبر، وقد عق ابن سيرين عن نفسه عند الكبر. وهذه العقيقة مستحبة ليست بواجبة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أفرط فيها رجلان، رجل قال بوجوبها ورجل قال ببدعيتها، والصواب أنها سنة. أما الأحاديث التي وردت في أن الشعر إذا حلق يتصدق بوزنه ذهبا فلا يصح، وكذلك الأحاديث التي وردت في الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في الأذن اليسرى لا تصح. والعقيقة هذه تأكل أنت منها يا رب الأسرة، وتهدي من تشاء، وتطعم الفقراء والمساكين، وليس هناك قدر معين ولا حد معين لمن يعطون. ليس هناك ثلث للفقراء وثلث للمساكين وثلث للإهداء أو لك ولأهل بيتك. الأمر في ذلك كله واسع. إن شئت أطعمت وأكثرت من إطعام الفقراء، إن شئت توسطت. الأمر في ذلك كله واسع. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الغلام مرتهن بعقيقته، من العلماء من قال: مرتهن أي محبوس، محبوس عن خير كان سيأتيه، فإذا عققت عنه جاءه هذا الخير. ما هذا الخير؟ لم يوضح في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا عن العقيقة. هذا ويستحب للأم أن تحرص على نظافة ولدها وأن تحرص على نظافة ابنتها، فالبدن له حق،
كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لبدنك عليك حقا، إن لجسدك عليك حقا. فعلى الأم أو المسؤولة عن البيت أن تراعي حق الولد أو حق البنت الصغير في هذا، ذلك بأنها راعية ومسؤولة عن رعيتها. هذا. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فعلى المرأة أن تجمل ولدها وتجمل ابنتها وتنظفهن وتعطي الأجسام حقها من الرعاية والنظافة والتطبيب إذا احتاج الأمر إلى تطبيب، ولا تترك الولد مهملا، فإنها تأثم إذا أهملت ولدها وإذا عرضته للضياع. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. هذا. وقد كان أسامة بن زيد طفلا صغيرا فتعثر في عتبة الباب، أو كان طفلا فتعثر في عتبة الباب فنزف دما من فمه، فكان النبي يأخذ الدم ويمجه ويقول: لو كان أسامة جارية لحلوته وكسوته حتى أنفقه، أي حتى يتزوج، لحلوته وكسوته حتى أنفقه، لأن أسامة كان أسمر شديد السمار رضي الله تعالى عنه. هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن حسن، عن حسن أو حسين: أثم لكع، يعني الطفل الصغير هنا. فتأخرت أمه فاطمة عليها السلام شيئا إلى أن خرج، فخرج وهو نظيف عليه لباس جميل، بل وعليه صخاب وهو صغير غير مكلف. فكانت فاطمة عليها السلام من النسوة المباركات اللواتي يهتممن بالأطفال، بأطفالهن وحسن رعاية الأطفال. هذا. وقد كان هذا شائعا في قريش وفي القرشيات عموما، فقد تقدم النبي صلى الله عليه وسلم لأم هانئ بنت أبي طالب لخطبتها وهي بنت عمه، قالت: إني كبرت ولي عيال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثنيا: خير نساء ركبنا الإبل، صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه لزوج في ذات يده. فالحنو على الأطفال مطلب، والرفق بالأطفال مطلب، ومتابعة أحوال الأطفال الصحية والبدنية مطلب، ومتابعة الأحوال من ناحية النظافة مطلب. وقد قال تعالى: وثيابك فطهر. هذا. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقبل الصبيان في صغرهم ويحنو عليهم. وقد جاء الأقرع بن حابس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه يقبل حسنا أو حسينا، فقال: يا محمد، أتقبلون صبيانكم؟ إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أملك لك إن كان الله نزع الرحمة من قلبك، وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. فجدير بنا أن نكون رحماء بالأطفال، ورحمتنا بهم لا تعني إخلالا ولا تعني إجابتهم إلى كل ما يريدون، فلنا ضوابط في ذلك. هذا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن القزع، فلا تجعل ولدك يحلق بحلقة القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر وترك البعض، كما يفعل الشباب الآن، وعلى الأدق والأصح الشباب الفساق
يحلقون جوانب الرأس ويتركون الرأس قبعة من أعلى، وهذا ليس وفق سنة رسول الله، بل النبي قال احلقه كله أو اتركه كله، ونهى عن القزع عليه الصلاة والسلام، نهى عن القزع. فهؤلاء خالفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووقعوا في الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي ذات الوقت تشبهوا بالكفار، أعني الذين يحلقون حلقة القزع هذا. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأحكام المتعلقة بالطفل، إذا أنت حملت الطفل فبال عليك إذا كان الطفل لم يأكل الطعام وكان ذكرا يكفي أن ترش مكان البول بالماء، أما إذا كان أكل الطعام أو كانت جارية سواء أكلت الطعام أو لم تأكل فإن البول يغسل آنذاك. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور.